من المسائل التي اهتم بها الحسين كثيرا في نهضته المباركة وخارج إطار نهضته المباركة مسألة الهدفية في الحياة. ذكر في كتب السيرة والتاريخ وكما هو معلوم عندكم أن الحسين عليه السلام قبل أن يتوجه إلى العراق كتب كتابا وسلمه لأخيه محمد بن الحنفية، وبين في هذا الكتاب السبب الذي دعاه إلى الثورة والنهضة. بعبارة أخرى، الحسين أوضح للناس الهدف الذي يتوخاه من ثورته ونهضته المباركة، فقال: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، إلى آخر كلام. مسألة الهدفية في الحياة من أهم المسائل التي يجب على الإنسان الاهتمام بها، وما يؤسف له أننا نرى الغفلة عند عامة الناس عن هذه الحالة أو هذه المسألة، حتى في أوساط المؤمنين هناك غفلة أو شبه غفلة عن مسألة الهدفية في الحياة. والدليل على ما أقول أنك حينما تسأل البعض من المؤمنين ما هو هدفك في الحياة تجده يتلكأ في الجواب. حالة التلكؤ تنبئ عن شيء، تنبئ عن أنه بعد لم يرسم أهدافه بدقة، بعد لم يحدد أهدافه بدقة في الحياة، وهذه مصيبة. يعني يبلغ الإنسان 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة وبعد لم يحدد أهدافه، لم يرسم أهدافه، فأي مصيبة أعظم من هذه المصيبة؟ لذلك نجد في النصوص الشريفة إشارات جدا جميلة إلى هذه المسألة في القرآن وفي الآيات وفي الروايات المروية عن المعصومين سلام الله. التفتوا لهذه الشواهد، سوف أسوق بعض الشواهد. يقول القرآن الكريم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا الصنف الخاص من عباد الله يتميز بهذه الميزة، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. بعد الميزة الثانية هي ميزة التفكر. التفكر في ماذا؟ التفكر في خلق السماوات والأرض، وجزء من التفكير في خلق السماوات والأرض ينصب في إطار الهدفي، ربنا ما خلقت هذا باطلا. يعني هناك نظرة إلى الهدفية في الحياة. هذا شاهد. الشاهد الآخر يقول القرآن: والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو لا يتعلق بالحديث فقط، بالكلام. اللغو إذا راجعتم كتب اللغة وكتب التفسير سوف تقفون على المفهوم الدقيق للغو: كل ما لا فائدة ومنفعة فيه يسمى. كل شيء ليس فيه فائدة ومنفعة تعود على هذا الإنسان يسمى في أصل اللغة اللغو، سواء كان قول أو سلوك أو فعل أو ما شابه.
إذن هؤلاء وهم المؤمنون هم صنف خاص من عباد الله يتميزون بهذه الميزة بأنك لا تجد في حياتهم لغوا، والذي لا تجد في حياته لغو إذن في كل حركة من حركاته أو سكناته يهدف ويبتغي الوصول إلى المصلحة والمنفعة، إذن هناك هدف. لهذا يأتي الإسلام ويؤكد على مسألة النية الحسنة. كم هي الروايات التي تحدثت عن النية الحسنة؟ عشرات الروايات. هذا الاهتمام لماذا؟ اهتمام بالنية الحسنة يعني الاهتمام بالهدفية في الحياة. النية هي الهدف، الغاية التي يتوخى الوصول إليها العامل. النية حينما تنوي من خلال الصلاة التقرب إلى الله عز وجل، إذن هدفك هو الوصول إلى الله جل وعلا. حينما تنوي من خلال الصدقة تقرب إلى الله عز وجل، إذن إعطاؤك للصدقة ليس عبثا وإنما هو لأجل غاية وهدف سامي. لذلك نجد هذا الاهتمام الكبير جدا في النصوص بالنية. هناك باب عقد علماؤنا الأعلام في مجاميعهم الحديثية أبوابا عنونوها بعنوان النية. لا بأس أن أطرح أو أقرأ بعض من هذه الروايات. يقول الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج سلام الله عليه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. الأعمال تتحدد قيمتها بالنية. وروي عنه صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر، وصية جميلة هذه الوصية، رائعة، وصية النبي الأعظم، وصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لأبي ذر. يقول: يا أبا ذر، ليكن لك في كل شيء نية حتى في النوم والأكل. شوف هاي الأعمال الروتينية العادية التي يأتي بها الإنسان في كل يوم. يقول النبي الأعظم: اجعل لك فيها نية، يعني لا تأتي بها ولا تتوخى من خلالها الوصول إلى هدف. هذا يعني أن الإنسان المؤمن عليه أن يجعل الهدفية في الحياة في كل مناحي حياته، في كل شؤونه صغيرها وكبيرها. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: إن الله تعالى يحشر الناس يوم القيامة على نياتهم. الحشر مو على حسب الأعمال وإنما على حسب النيات. أحيانا الإنسان لا يوفق للعمل الصالح لكن نية هذا الإنسان تكفي. لهذا ورد في الرواية: نية المرء خير من عمله، خير من عملي، لأن العمل قد يتعرض إلى آفات. نية المرء النية الحسنة أو نية المؤمن، تعبير هكذا ورد في الرواية: نية المؤمن خير من عملي. يعني النية الحسنة خير من العمل. كيف خير من العمل؟ لأن العمل قد يصاب بآفة الرياء مثلا، بينما النية الحسنة، النية الحسنة في أصل أنه لم يظهر شيء، ما أظهر للناس شيئا حتى يصاب بداء الرياء، وإنما كانت نيته حسن. وباب النية باب واسع. لو أردنا الاستطراد في الحديث عن هذا الباب لطال بنا الحديث. باب النية باب واسع جدا، وهو من أبواب رحمة الله. والنية الحسنة من أوسع أبواب رحمة الله عز وجل بعبده. ليش؟ لأن الإنسان يستطيع أن يضاعف رصيده.
بواسطة النية الحسنة. قدرة الإنسان البدنية محدودة، قدرة الإنسان على الإتيان بالأعمال الصالحة محدودة مهما امتلك هذا الإنسان من قدرة. يعني الآن لو عشت مثلا 100 سنة وانت تتمتع بالصحة وأقبلت على العبادة والطاعة وفعل الخيرات، مهما جئت به من عمل فهو محدود. الله جل وعلا فتح بابا واسعا لهذا الإنسان يستطيع بواسطته أن يضاعف أجره، الأجر والثواب الذي يحصل عليه أضعافا مضاعفة بواسطة النية. جابر بن عبد الله الأنصاري حتى سمعته في الرواية لما وقف على قبر الحسين سلام الله عليه مع أصحابه قال أشهد أننا قد شاركناكم. عطية العوفي التفت إليه قال يا جابر كيف نحن شاركناه؟ القوم فرق بين رؤوسهم وأجسادهم وتمت عيالهم ونحن لم نضرب بسيف لم نطعن، كيف شاركنا؟ قال سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، والله إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحاب الحسين. إذن بواسطة النية شارك أصحاب الحسين في الأجر والثواب. هذا بواسطة النية يستطيع الإنسان أن يشارك الأنبياء والرسل الصالحين على امتداد التاريخ، على امتداد التاريخ يستطيع أن يشاركهم فيما قاموا به من أعمال صالحة مع أنه لم يأتي بها في الخارج، لكن نيته الصادقة نيته الحسنة تجعله مشاركا لك. لعلكم سمعتم بهذه القصة التي يذكرها صاحب البحار في الجزء 33 إذا لم تخن الذاكرة. يقول الراوي كنت جالسا الأربلي، كنت جالسا في مجلس والدي وكان المجلس غاصا بالناس، فنعس رجل فسقطت العمامة من رأسه فرأينا آثار جرح هائل في رأسه، سألنا ما هذا الجرح الذي في رأسك؟ فقال لنا أصبته يوم صفين. تعجبنا قلنا له كيف أصبته يوم صفين؟ فاصل بيننا وبين صفين عشرات السنين، مئات السنين، عشرات مئات السنين، فكيف أصبت بهذا الجرح يوم صفين؟ يقول فقال خرجت يوما من الأيام إلى غزة، غزة معروفة فيها قبر هاشم جد النبي أعظم صلى الله عليه وسلم، وصحبني رجل، يقول خرجت إلى مصر فصحبني رجل من غزة، فلما صرنا بالطريق تذاكرنا يوم صفين، أجرى الحديث عن أحداث يوم صفين، فقال الرجل لو كنت حاضرا يوم صفين لرويت سيفي هذا من علي وأصحابه. علمت أن الرجل ناصبي، قل أخذتني الحمية، قلت له والله لو كنت حاضرا يوم صفين لرويت سيفي هذا من معاوية وأصحابي، قل ونزلت ولم أبقي باقي معاوية وأصحابي. يقول استشاط غيظة فبدأنا في العراق. يقول فضربني بالسيف ضربة على رأسي فسقطت على إثرها على الأرض. يقول لم أعلم ما جرى. يقول بين أنا كذلك وإذا بي أرى رجلا عليه سيما الصالحين
جلس عند رأسي ومسح على الجرح فالتأم الجرح. يقول ثم قال لي امكث ها هنا هنيا، ومضى وعاد وبيده رأس عدو الله وعدو أوليائه رأس الرجل ناصب، وقال لي نصرتنا فنصرناك، ولينصرن الله من ينصر. يقول فقلت له من أنت من أنت؟ فقال لي أنا إمام صاحب العصر والزمان لذكره أشرف الصلوات. يقول ثم قال لي إذا سئلت عن هذا الجرح فقل أصبته يوم صفين. الرجل لم يشارك أصحاب علي في صفين، لم يدرك عصر علي عليه السلام، ولكن نية الرجل صادقة، لذلك شارك أصحاب علي عليه السلام. هذا هو باب المنية على باب واسع جدا، وأكتفي بهذا المقدار من الحديث حول النية. تعني الهدفية في الحياة، ولا بد للإنسان أن يمتلك أهدافا واضحة المعالم في هذه الحياة. مسألة الهدفية كيف نتعامل معها؟ نحتاج إلى ثلاث خطوات حتى لا أطيل عليكم باختصار شيء. ثلاث خطوات أساسية نحتاجها، ونتعلم هذه الخطوات من الحسين سلام الله كما سوف نرى. أول تلك الخطوات اختيار الأهداف العالية السامية. مسألة الاختيار غاية في الأهمية، ما يؤسف لو أن الكثير من الناس لا يلتفت إلى الأسس التي يجب أن تعتمد في الاختيار الصحيح، لذلك شوف اختيارات خاطئة، لأن الأساس الذي يعتمد عليه هؤلاء غير صحيح. هناك أسس إن شاء الله وفقنا في المستقبل لتناول هذه الأسس الصحيحة والأسس السقيمة في الاختيار التي يعتمدها الناس إن شاء الله. على كل حال، إذا لابد لهذا الإنسان أن يختار أهدافه بدقة. أول خطوة عليك أن تختار أهدافك بدقة. انظر إلى الأهداف، قلب، خذ وقتك، خذ الوقت الكافي، لكن لا تنتخب أهدافا هابطة، لا تنتخب لنفسك هدفا لا يستحق أن تصرف من أجله هذا العمر الثمين. اختر هدفا لو صرفت هذا العمر الثمين فيه لعاد عليك بالنفع الوفي. بعبارة أخرى، ليكن أفق الإنسان واسعا حينما ينظر إلى الأهداف، مو مثل ذاك اللي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله من الطائف، وقد استضاف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالطائف ثم أعرض أهل الطائف عن دعوته. بعد سنوات جاء إلى النبي، دخل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالمسجد، قال أتعرفني يا رسول الله؟ قال من أنت؟ قال أنا فلان ابن فلان الذي استضافك يوم كذا لما كنت بالطائف. فقال النبي اطلب ما شئت تقضى حاجتك. أراد النبي أن يجازيه على فعله. ماذا تريد؟ يقول أمير المؤمنين في الرواية اللي يرويها الكافي الكليني في كتابه الكافي، يقول إمام أمير المؤمنين فظننا أنه سيسأل الجنة، يطلب من النبي أنه يصل إلى الجنة. يقول وإذا بالرجل يقول يا رسول الله أريد 200 شاة مع رعاتي. النبي أطلع أطرق برأسي إلى الأرض، متأثر النبي، قال أعطوه، ثم التفت إلى أصحابه قال ما ضر هذا لو سألني ما سألت عجوز بني إسرائيل. قيل له ومن عجوز بني إسرائيل؟ فقال صلى الله عليه وآله
لما أمر الله عز وجل موسى بالتوجه إلى الأرض المقدسة أمره بحمل عظام يوسف معه، لأن قبر يوسف مخفي، كان مخفي خوفا عليه من الأقباط، لأن الأقباط أرادوا نبش قبر يوسف، لذلك بقي قبر يوسف مخفيا. فالله جل وعلا قال لموسى خذ معك عظام يوسف. الآن بحث هل أجساد الأنبياء تبلى أم لا؟ هنا يوجد بحث طويل، بعض الأقوال أنه نعم لا ضير في بلاء تلك الأجساد إلا أهل البيت سلام الله عليهم فقط، الذين يستثنون من هذا الأمر هم أهل البيت. وهناك أقوال لا أريد أن أخذ في المسألة. فقال موسى عليه السلام يا رب لا علم لي أين هو قبر يوسف. فجاءه الخطاب يا موسى سل فلانة العجوز تخبرك. هاي العجوز كانت من أحفاد موسى، من أحفاد يوسف سلام الله. فقال علي جاءها إليه قال لها دليني أتعرفين أين قبر يوسف؟ قالت لا. قال دليني عليه. قالت لا أدلك عليه حتى تحكمني، يعني أنا أحكم بما أريد وأنت تنفذ. قال لك علي الجنة، أضمن لك دخول الجنة، دليني عليه. قالت لا والله حتى تحكم. أخذ موسى يجادلها، ماذا تريدين بعد وقد ضمنت لك الجنة؟ فقال، وإذا بالخطاب يأتي يا موسى حكمها أنا من سأعطيها. قال لك ما تريدين، لك ما تحكم. فقالت لا أدلك على قبر يوسف حتى أكون معك في درجتك التي أنت فيها في الجنة. شوف أين هذه وأين ذاك، ذاك يطلب 200 من الشيء. واقعا أحيانا الإنسان ضيق الأفق حينما تأتيه الفرصة، يعني هذا هو التفكير، حتى التفكير للأسف الشديد. إذن إذا أراد الإنسان أن يختار لنفسه أهدافاً في الحياة فلا يكتفي بهذه الأهداف الهابطة، والله أنا أهدف الحصول على دار، الحصول على مال، الحصول أشياء هابطة. هاي الخطوة. الخطوة الثانية، على الإنسان بعد أن يضع لنفسه أهدافاً أن يراجعها بين الحين والآخر. ليش يراجعها؟ لعله يكتشف الخطأ. أنا اخترت لنفسي هدفاً، لكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك الهدف صحيح. هدف يستحق أن أصرف من عمري الجزء الثمين من هذا العمر أصرفه فيه. قد أكتشف أنني مخطئ، وما أكثر الأخطاء التي يكتشفها الإنسان لو جلس جلسة صادقة مع الأهداف التي وضعها. مصيبة، أمر فظيع. اجلس مع نفسك وابدأ في التفكير في الأهداف التي تتوخاها من أعمالك ستصاب بالذهول. راح تشوف كثير من الأعمال أنا لم أهدف فيها إلى أهداف تستحق. واحد مثلا يصرف عشرات السنين من عمره الثمين من أجل الحصول على شهادة دكتوراه، لكن حينما نسأله ليش أنت صرفت هذا العمر الثمين من أجل الحصول على هذه الشهادة؟ ليش تبتغي الحصول على هذه؟ حتى يقول لي مقام اجتماعي، حتى الناس يقول ما شاء الله على فلان عنده شهادة دكتوراه متعلم. بالله عليكم هذا الهدف يستحق؟ يستحق أن أصرف عشرات السنين مثل هاي الجهود من أجل فقط وفقط الناس يقولون ما شاء الله على فلان؟ وقس على هذا، يكتشف الإنسان فظائع من الأمور في أعماله. إذن لا بد من مراجعة الأهداف بين الحين والآخر، حتى إذا ما اكتشف هذا الإنسان أي خلل في هذه الأهداف يصححه سريعا. أما الخطوة الثالثة والأخيرة فهي بذل الجهد والسعي الدؤوب للوصول إلى تلك الأهداف. بعد أن وضعت لنفسي أهداف سامية، راجعت تلك الأهداف وجدتها تستحق، حينئذ تبدأ خطوة العمل، لأن فقط وضعت لنفسي هدف وأنا مطمئن تماما من صحة هذا الهدف ما يكفي،
ذلك أضع رجل على رجل لا يكفي، لابد من السعي الدؤوب للوصول إلى تلك الأهداف، أو لا أقل أكون في طريق الوصول إليها. أما أن أكتفي فقط بوضعها فهذا ما يكفي. شوفوا هاي الخطوات الثلاث حينما نأتي إلى حسين سلام الله عليه في ثورته المباركة. حسين اتخذ أهدافا سامية وهي هدف المباركة. إصلاح الأمة هذا هدف قريب، أما الهدف الأساس الذي كان يتوخاه الحسين وصل إلى رضا الله عز وجل، رضا بقضائك لا معبود سواك. هدف الأساس هو هذا، تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. طبعا الخطوة الثانية ما ممكن أن نتصورها في ساحة الحسين لأن الحسين معصوم. الخطوة الثانية هي لي ولك ولأمثالنا، لأن ساحة الحسين ليس فيها خطأ حتى يحتاج الحسين أن يراجع أهدافه، فإذا ما اكتشف خطأ أن يصحح. إذن وفي غنى عن هذه الخطوة. الخطوة الثالثة خطوة السعي الدؤوب للوصول إلى حسين لم يتخذ جهدا في الوصول إلى أهدافه حركته المباركة، بذل الغالي والنفيس من أجل الوصول إليها، ولم يتوانى عن الوصول إلى ذلك الهدف. لم تستطع كل محاولات السلطة الأموية يومئذ لثني الحسين عن الوصول إلى هدفه أن تمنعه عن الوصول إلى هدفه. واصل حتى حقق أهدافه السامية، لذلك عزم على الخروج من مكة متوجها إلى العراق، وقد خرج من مدينة جده. حسين خرج من المدينة متوجها إلى مكة حتى يستثمر موسم الحج في الدعوة إلى قضيته، في التعريف بأهدافه وقضيته، فخرج من المدينة متوجها إلى مكة، وجاء إلى قبر جده مودعا، وسقط على القبر وشكى إلى جده ما ناله من أذى هذه الأمة. الله يرحمك يا شيخ حسن الدمستاني. صور الحسين على قبر رسول الله،